الندوة جدا رائعة، قدموا حلول وتوصيات قوية جدا بمناسبة لا للعنف ضد المرأة. سعادة السفيرة حكت بمواضيع متقدمة، نحكي من ناحية العنف ضد المرأة، من العنف الإلكتروني، حكينا العنف النسوي، العنف الرجل ضد المرأة، وقدموا توصيات وحلول قوية جدا. بحب أشكرهم صراحة، أنا فوجئت جدا بالفكر القوي الموجود لدى سيدات مصر. مصر أم الدنيا صراحة، الحلول التي أعطيت والمواضيع التي تداولت بهاي الندوة، رغم أنه ضيق الوقت اللي حاصرنا، لكن كان أكبر بكثير من اللي كان أصلا مفروض أنه يعرض. إحنا طبعا مشاركين في هذه الحملة، بحملة تحت شعار كوني، بنقول للمرأة المصرية كوني قوية، كوني قادرة على الدفاع عن نفسك، كوني يعني قادرة على الإبلاغ عن أي إهانة وأي عنف ممارس ضدك، سواء في مجال العمل أو في الشارع أو في وسائل المواصلات. هي ندوة النهاردة دي بتيجي في إطار الحملة الدولية، حملة 16 يوم لمناضة العنف ضد المرأة. وطبعا يعني مصر باعتبارها يعني من الدول السباقة في حماية حقوق المرأة، احنا في مصر بنحتفل بهذه المناسبة 16 يوم، بنعمل ندوات وحملات توعية، في منها توعية مباشرة زي ندوة النهاردة، في اتصال وحوار مع الجمهور. العنف ضد المرأة مش ضروري يكون العنف الجسدي أو العنف بالضرب، لا، العنف بجميع أشكاله. هدفنا من الندوة إن يكون عندنا مرأة آمنة، آمنة بمعنى الكلمة، آمنة ببيتها، آمنة أول ما بتنزل من بيتها، في وسائل مواصلاتها، في التعامل مع الآخرين. العنف بجميع أشكاله أيا كان طبيعته تواجهه. كان عندنا كوكبة من الفضليات اللي بيتعاملوا في هذا الملف من خلال المجلس القومي للمرأة وإعلاميات ومن المجتمع المدني، تبادلنا الأفكار وطلعت توصيات. التوصيات دي خلاصتها وأهمها إن الاهتمام بالمرأة واجب، إن المرأة كل المجتمع وليست نصفه. الحمد لله كان في عدد من العضوات حاضر الندوة، وحسينا إن الكلام مهم قوي بالنسبة لهم، لأن طبعا إحنا بنعمل زي توعية للعضوات وللبنات اللي في الجامعة اللي بيتعرضوا لأي نوع من أنواع العنف، سواء في المواصلات سواء في الجامعة نفسها. مش بس عنف جسدي، لا، بيبقى عنف كمان معنوي. احنا كل الفكرة ان احنا بنناقش مواضيع كتيرة عن العنف ضد المرأة، سواء انواعه، سواء ازاي انا اقدر اواجه حاجة زي دي، وازاي اعلم الناس انها تواجه حاجة زي دي، وانها تتوجه فين لما يحصل لها حاجة معينة، تقدر تكلم مين او تقدر تروح لفين، سواء في الاسم. وبنحاول يعني نقول لها انها ما تسكتش عن حقها، انها تبتدي تاخد حقها، لان في طرق قانونية كتيرة جدا بقت موجودة، بداية من القيادة السياسية في الدولة هي برضو بتوجه ان احنا ما يبقاش في عنف ضد المرأة. في اهتمام كبير قوي الفترة دي بالمرأة، فاحنا حابين ان المرأة تتكلم، ما تسكتش، تاخد الإجراءات القانونية السليمة. احنا بنقولهاش انها تبقى عنيفة، احنا بنقولها انها تاخد الإجراءات القانونية السليمة اللي تحفظ حقوقها. تفتكر انا عدي التقرير ده كده ونخش على الخبر اللي جاي؟ ما يصحش ابدا، لازم اعلق طالما حاجه خاصه بالمراه. بس يعني كلمه حق هي، اولا انا هتفق مع استاذه انهار في الكلمه اللي هي قالتها، العنف مش فكره بس اللي هو الاذى الجسدي، عشان بس نبقى يعني متفقين، العنف ده بيشمل كل حاجه يا كريم، بيشمل زي برضو ما تحدثوا يعني الضيوف او المتحدثين هنا، فكره اول ما بتطلع المراه من بيتها لغايه لما بترجع، هل هي امنه ولا لا، بتتعرض لمضايقات ولا لا، بتحصل في شغلها على فرص متساويه ولا لا، كل الكلام ده بيندرج تحت العنف ضد المراه. فده شيء مهم، ونظره المجتمع والى اخره. يمكن فعلا في الفتره الاخيره تم الى حد ما وجود اختلاف ملموس على ارض الواقع بفكره تغيير الثقافه اللي كانت موجوده شويه في فكره المراه لا تصلح لبعض الاعمال وغيره، ولكن دلوقتي احنا بنشوف ده فعلا يعني الواقع هو اللي اثبت انها تصلح. فكره كمان الرياضه، لو هنتكلم هنا تحديدا، بعض كان بيشوف ان السيدات او الفتيات لا
يصلحنا ان هم يشتغلوا فيه او يمارسوا رياضات معينه، لا ده اثبتنا على ارض الواقع ان ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش رياضه للرجال والسيدات. يعني حتى كره القدم فيها سيدات، في بنتكلم هنا على المستوى الدولي او العالمي، قدروا ان هم يحققوا بطولات والقاب يعني كبيره جدا، وفي تنافسات كمان بتحصل بينهم او رجال وسيدات. يعني فمفيش حاجه اسمها كده، الموضوع لا يتوقف على النوع، الموضوع يتوقف على كفاءه الشخص نفسه. فدي حاجه بس دايما حابين ان احنا نذكر حتى نفسنا بيها. ولو هنتكلم على ارض الواقع، لازم انا بشوف ان كمان البيت يكون بيربي كده، والمناهج تكون كده. يعني انا شايف ان هو ده الوسيله كمان عشان طبعا النشء اللي طالع طبعا. فمزيد ان شاء الله من يعني تغيير في الثقافات الموجوده القديمه اللي احنا بنحب ان احنا ان شاء الله تختلف، عشان هتفرق معانا في الواقع بقى، خلينا نقول كده، في المستقبل. وعلى صعيد التفوق النسائي الرياضي، احنا تقريبا ما بيعديش علينا اسبوع غير ما يكون معانا على الاقل بطله من بطلات احدى الرياضات المختلفه، والعاب قوه كل حاجه صحيح. وكره قدم كانوا معانا برضو، كان معانا في حلقه من الحلقات. وعلى الصعيد طبعا المناصب و و فبقينا خلاص شفنا بقى السيده يعني محافظ، وشفناها وزير، وشفناها عمده على فكره في احدى قرى مصر. ف يعني مش انا مستغرب ان احنا لسه اصلا بنتكلم على النوع ده من انا النوع. بتفق معاك والله يعني. بتفق معاك، بس للاسف لان لسه في ناس بتفكر كده. بس هو فعلا خلاص احنا عدينا هذه المرحله ان شاء الله، بقى الاجيال اللي جايه فعلا ما تبقاش بتتكلم في النقطه دي خالص.